البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا في عنوانه كيف ما شفتوا حتى في المنياتور، بالنسبه للفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون اول ميشيين، غادي يكون مشريت ديالنا ميشيين. عارفاكم كيعجبوكم هذا النوع هذا ديال الفيديو وكيعجبكم نشارك معكم اي حاجه كناخذها، خصوصا الناس ديال انستغرام ديما كيبقاو يسولوني على بزاف الحوايج وانا كنكون ديجا مورياهم داكشي منين خديته. داكشي علاش ديما كنقول لكم ما تبقاوش تفلتوا المشتريات ديالي، راه غنكون ديجا كنقول لكم اصلا في انستغرام وفار عليكم راسكم على قبل هاد الهضره هذه ديما كنقولها لكم، حيت بصراحه كيجوني بزاف ديال لي كيسون ملي كتاخدي هذه ملي كتاخدي هذه ملي كتاخدي هذه، وانا كنكون ديجا مشاركه معكم ملي خديت شل حوايج. وبلا ما نطول عليكم هذه هي لا كوموند ديالنا. بصراحه هاد الايام اولا هاد الشهر هذا درت بزاف ديال لي كوموند ووصلوني معطلين، يلاه دابا وصلتني وحده اليوم. كنظن بلي هاد السيمانه هادي غيوصلوني هادوك الاخرين اللي باقيين، حيت كنفرق لي كوموند هكا باش تشد ليا في الديوانه، حيت بزاف البنات كيوقع ليهم هاد البروبليم هذا ديال انهم كتشد ليهم لا كوموند ديالهم في الديوانه، يا اما كيكونوا فايتين واحد الثمن اللي كيكون باهض 2000 درهم او 2500، واخا مش هذيك كنكون واصله انا لهاد الثمن ولكن ما كانتش كتشد لي. دابا اللي شويه ولا هكا العكس، راكم عارفين دابا وليت كنحاول ناخذ 900 درهم 800 درهم، يعني ما كنحاولش كاع نفوت 1000 درهم، يعني باش كنهرب من ديك اللعبه ديال 250 درهم ديال لا ليفغيزون، ويعني باش ما تشدش ليا النيت في الديوانه. اشوف البنات بقوه لي داكشي زوين بزاف، وكيف ما كنت كنشوفوا فلوسيت كيف ما وصلني، خصوصا انا من داك النوع اللي كيعجبني ندقق في الحاجه مزيان عاد ناخذها. راكم عارفين بلي ديجا الناس كيكونوا حتى لي كومونتير ديالهم على قبل لارتيكل اللي كتكونوا نتوما باغيين تاخذوه، وهادشي علاش ديما كنقول بزاف البنات قبل ما تاخذوا اي كومونت في شي ان، وراه ديما في لي فيديو ديالي كاملين ديال لي اول ليكم ديما شوفوا لي كومونتير ديال الناس الراي ديالهم في داك لارتيكل عاد خذوه، ماشي غير تجيو وتاخذوا لارتيكل يخرجكم صغير اولا يجيكم كبير، لو مزيانه هي يجيكم كبير، اما لجاكم صغير راه مصيبه. كاين عندنا هنايا هاد المجموعه هادو ديال لي زاكسيسوار ديال الشعر، هادو كاملين البنات عجبوني كاملين كيف ما كنت كنشوفهم كيف ما وصلوني، وعندهم البنات لي زاكسيسوار كيحمقوا، يعني شنقول لكم راه داكشي خيالي، وتا الاثمنه كتكون جد 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 مناسبه، يعني مقارنه بالكاليتي ديال لارتيكل والثمن ديالو راه فرق كبير كبير كبير، يعني يستاهل اكثر من هذا الثمن. عندنا اول حاجه هو هذا المقبض هذا، هذا البنات عجبني بزاف، شوفوا بعدا دير لكم فيه هذا الميكا بوشيطه صغيره، هو هذا كيف ما كتشوفوا هو هذا المقيبط كيجي فنيون في الشعر. دابا نخليكم التصويره ديالو كيفاش كان كيبان، كيف العاده الثمن راه كيكون مكتوب من التحت. هو هذا بصراحه عجبني بزاف بزاف، هكا كيجي في الشعر ديروه بحال هكا، ديروا بحال هكا تشدوه في شعركم اللور، راكم عارفين ملي تكونوا طالقين شعركم تجمعوا الكساسة بيه، كيجيو زوينين في الشعر، وخصوصا دابا راكم عارفين جاي رمضان في الابواب بالمناسبة، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله باش ما كتمناو، نقولها لكم دابا باش ما ننساش. ثاني واحد هو هذا، هذا حتى هو بصراحة زويون، يعني هادو تقريبا كاملين اللي خدات في نفس الكاليتي، وتا زعما الاثمنة كتكون قريبه لبعضياتها. هو هذا كيف ما كتشوفوا حتى هو كيجي في الشعر واعر، هذا سامبل وكلاس بزاف 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 كيف ما كتشوفوا، هذا باش تقديروا اختي ان شاء الله حيت كيعجبوها لي زاكسيسوار ديال الشعر، حتى انا كيحمقوني لا الشعر لا العنق لا الودن لا ديال اي حاجه، المهم كيعجبني نعمر راسي بالزوالق. وكاين عندنا هذا، هذا شويه غريب من امره، هذا البنات دير بحال هذاك ديال الكوريين راكم عرفتوهم، هما هادو كيجي بحال هكا بهاد المقيبط ديال الساموراي، هو هذا وهذا ديالو كيجي بحال هكا كيتشد، صراحة زويون هذا واعر عجبني بزاف، شوفوا الكاليتي ديالو كيفاش دايره، ما عرفتش واش كيبان لكم مع الرينغ لايت اولا لا. البنات هو هذا كيف ما كتشوفوا زويون، وتا الكاليتي ديالو زوينه، هذا ذهبي اللون ديالو هو الذهبي. عرفتوا انا راه احسن حاجه كتعجبني شاركه معكم في هذا اليوتيوب هذا كامله، لا بالنسبه زعما ابار لي فلوغ وابار زعما لي روتين ديالي وسكين كير وداك الشيء، كيعجبني نشارك معكم بزاف 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 مشتريات، ما عرفتش علاش كنحس براسي انني قريبه ليكم بزاف في المشتريات وكيعجبوكم، ونيت كيعجبني نشارك معكم شي حاجه هكا خطيتها، يعني ما عرفتش المهم كنحس بواحد الراحه نفسيه في شكل، المهم كنحس براسي بحال درت شي انجاز، واخا راني جالسه هنا جالسه كنوريكم هاد لي زارتيكل هادو، المهم كيعجبني الحال كيعجبني نهضر معكم نوريكم نقول لكم الاثمنه راكم عارفين.
لا هادو صراحه زويونين، غنوريكم كيفاش دايرين. عندنا اول واحد هو هذا البنات كيجي على هذا الشكل من هنايا كيف ما كتشوفوا على شكل ريشه. عندنا هذا الثاني ديالو هو هذا، وكاينين عندنا هاد الصغيورين هادو بنات عجبوني بزاف 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 كيف ما كتشوفوا كيجيو بحال هكا، فيهم واحد اللؤلؤه هنايا ها هي صغيوره في البيض. هادو البنات شوفوا كيفاش دايرين بحال دابا تشدوا هنايا. هذا الثاني ديالو هو هذا، الصراحه فنيوني البنات كيجيو كيحمقوا في الشعر، دي شي زغبه هنايا في وجهي ما عرفتش فين هي ديال القط من الصباح وانا جالسه كنتقاتل معاها، حلفات ولا بغات تشد ليا في وجهي تتهرب ما عرفتش علاش. على ذكر اننا في لي زاكسسوار ديال الشعر وداكشي غادي نكمل لكم لي زاكسسوار، غادي ندوز لكم داكشي ديال الحوايج راكم عارفين. كاين عندنا هاد البوندو هذا البنات ديال الجلد بصراحه كيحمق، غنوريكم كيفاش كيجي واخا انا راني جا مع شعري. هو هذا بالشفنجه عاد جيني راسي بشكل شي بحال هذوك الفراعنه. هو هذا كيف ما كتشوفوا بصراحه زويون عجبني بزاف، وديال الجلد الكاليتي ديالو عجبتني البنات، حسيت به بوندو ديال بصح يعني ماشي بحال دوك البوندويات اللي كيكونوا غا سامبل. هذا بصراحه عجبني بزاف الكاليتي ديالو، واعره كتحمق، وتا لو بري ديالو غيزونابل يعني راه مناسب وجدا. وكاينين عندنا هاد لي بيرسينغ هادو البنات دياولي انا اللي خديتهم كيف ما عارفين الحب الابدي هو لي بيرسينغ. هاد الودن هادي فيها وهاد الودن هادي ما فيها حتى شي حلقه، الشعيطه فهادي طلعات وهاد الشعيطه فهادي طلعات. صراحه البنات انا كيحمقوني لي بيرسينغ هما هادو كيف ما كتشوفوا. المشكل اللي كنت كنعاني منه هو اننا في مدينه بكناس عندنا مال الماكياج كيبيعوا لي بيرسينغ ب 10 دراهم، وفي شيء لقيتهم بزاف كيف ما كتشوفوا هانتوما هادو راهم بزاف، وقيله شي ما عرفتش شحال هنا ما بقيتش عاقله كاع شحال من وحده. مهم بزاف كاينين كيف ما كتشوفوا في التصاور راه غيكون مكتوب لتحت شحال فيهم من حلقه، هما هادو كيف ما كتشوفوا بصراحه عجبوني. غنوريكم شنو خطيت، خديت اول حاجه هي هذه راه دايره بحال ديك اللي عندي هنايا في ودني انا، هذه بنات ديال ميكا وجاتني معها هذه صغيره كيف ما كتشوفوا هي هذه الثانيه، وهذه هي الثالثه حتى هذه ديال ميكا، وهذه الرابعه والخامسه. المهم البنات عندي هنايا بزاف كيف ما كتشوفوا هما هادو، كاينين عندي هادو في الكحال هي هذه اول وحده طويله، وعندي ثاني وحده اخرى هذه ذهبيه دايره بحال هذه اللي عندي انا. هادو البنات انوكسيدابل ما كيكحلوش راكم عارفين، هادو اصلا ما كيكحلوش، راه كاينين عند مالي ماكياج تقدروا تلقاوهم عند مالي الماكياج كيكونوا ب 10 دراهم، انا خديت بزاف من شيئين غير بشي كدا و 30 درهم. صراحه عجبوني بزاف بزاف الكاليتي ديالهم زوينه، ان شاء الله دابا نديرهم وغادي نشوف. هادو البنات بعدا حسابيهم انهم ما غيكحلوش ليا، واصلا عارفه زعما هادو ما كيكحلوش بحال هادو اللي انا دابا دايره كنمشي بهم لابيسين البحر كندوش بهم كندير بهم اي حاجه يعني كنقيل دايراهم وما كحلوش ليا كاع كاع. وخديت هاد الخواتم هادو بصراحه البنات انا كيحمقوني الخواتم خصوصا في الصفر ما عنديش بزاف، عندي غير هذا هو هذا البنات هذا راه كنت صورت لكم في واحد فلوق دابا نحطو لكم هاد السيمانه ان شاء الله، ما عرفتش واش يتحط قبل من هاد الفيديو اولا من موراه، المهم راه صورته ليكم. هذا البنات حمقني بزاف بزاف ديال كارتي. وخديت عاوتاني هادو هذا راه انوكسيدابل ما كيكحلش، وهادو خديتهم من شيئين حيت عجبوني بزاف بزاف، حتى البنات اللي كانوا دايرينهم في لي كومونتير جاوهم كيحمقوا، وكنشوف بزاف البنات يعني كيديروهم هكا في انستغرام وكيعجبوني بزاف بزاف. خديت اول خاتم اللي هو هذا هذا البنات شوفوا على شكل فيه كيفاش داير، وثاني خاتم هو هذا، وثالث خاتم هو هذا. انا غادي نديرهم باش تشوفوهم كيفاش دايرين كيفاش كيجيو. واللي عجبني فيهم بزاف هو انه انا يدي صغار وما كيجيش قدي اي خاتم، يعني كنلبس اصغر طايف الخواتم. هادو البنات كيتزيرو داكشي علاش خديتهم عجبوني كيجيو كيحمقوا في اللبيسه. ما هادو كيف ما كتشوفوا يقدروا شي بنات يعجبوهم يقدروا ما يعجبوهمش، المهم انا كيعجبوني بزاف بزاف الخواتم كيجيو كيحمقوا في اللبيسه، زعما في الواقع راه حسن من التصوير كيبانوا في الواقع افضل افضل بكثير بكثير بكثير. شوف صراحه زويونين في اللبسات خصوصا انا كيعجبني هذا الشيء، هذا نديرو بزاف خواتم كيحمقوني هما هادو. وكاين عندنا هاد البوشيطه هذه اللي خديتها المايفون بصراحه البنات عندهم لي كوك كيحمقوا، كي قلت لكم بلي انا ديما كناخد غير من عندهم هما لي كوك، خديت هذه كيف ما كتشوفوا هي هاد البنات بصراحه كتجي فنيونه في التليفون. البنات هذه واعره حتى في الاكس واخده وحده بحال هكا راكم عقلتوا عليها، كانت في الشيبي ودابا خديتها لهاد 11 برو ماكس كتجي البنات كتحمق، هي
هي هذه، شوفوا الشكل ديالها كيفاش دايره، الكاليتي ديالها هي هذه ديال ميكا، يعني كتلوى كديروا لها كيف ما بغيتوا، كتجي زويونه. اسمر 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 اسمر. وكاين عندنا هاد لي لونيت، هادو البنات كانت خداتهم واحد السيده في العائله ديالنا، خلاتهم لولدها هما هادو، ديجا شاركتهم معكم حتى في واحد الفيديو ديال اولد شي ان، كانت خداتهم واحد السيده وعاوتاني عاودت خداتهم هما هادو حيت عجبوها بزاف، وخداتهم عاوتاني لولدها، كيجيو كيحمقوا في اللبسه ديال الدراري الصغار، وكتجي معاهم حتى البوشيطه. بصراحه البنات بوشيطه واعره ديال الجلد، يعني ديروا فيها نضاراتكم حتى هكا الصاك اولا الشكاكيره، وحتى لي لونات الاخرى راه كيعطيوكم معاهم لي بوشيط. كاين لنا البنات عندنا هاد ليبا، هادو البنات رقاقين، غنوريكم كيفاش دايرين، كيجيو كيحمقوا في اللبسه هما هادو، وعلى هاد الشكل انا كتشتهم شحال هادي وكنت باغا ناخذهم هما هادو، كيف ما كتشوفوا كيجيو مع هكا ليغات، جو بونس كيجيو غير مع ليغات، ام صبر ديالها واقيلا ما كيجيوش معاها، كيجيو فنيونين في اللبسه هما هادو، الوريضات اللي فيهم في الجنب، وهذه الفرده الثانيه كيجيوكم طوالين، فول كاليتي ديالهم زويونه ورقيقه، وديال هاد لا سيزون هادي. وكاينين عندنا هادو كيف ما كتشوفوا كيجيو بحال هكا في اللبسه، نوريكم، ولكن واقيلا راه مشى عليهم الحال، حتى هادو واحد السيده خداتهم من لا فامي، نوريكم كيفاش كيجيو في اللبسه هما هكا، كيجيو هكا على هاد الشكل هاد الثانيه، ولكن واقيلا راه مشى عليهم دابا الحال، يعني راه بدا كيدخل الحال، بدا كيسخن. حنا في المغرب عندنا ديالنا كندوزو نيشان الصيف هو الاول، الخريف ما عندناش. هما هادو كيف ما كتشوفوا زويونين، وتا الكاليتي ديالهم زوينه، كيجيو مزغبين وفنيونين في البيسا، يعني يصلحوا لكم مع اي حاجه، وتا اللون ديالهم يعني مع يجي مع اي حاجه. وعندنا هاد الغزاله الفنه اللي كتحمق، هي هاد الجاكيطه ديال الكوير اللي هي هادي، البنات عجبتني بزاف بزاف، كانت كتبان في السيت حاجه، ومنين وصلتني حاجه اخرى ما كنتش كاع متوقعها انها غتكون في هاد الكاليتي هادي، كيف ما كتشوفوا زويونه بزاف بزاف بزاف، وحتى الثمن ديالها يعني راه مناسب، هذاك هو الثمن ديال الجواكط اللي كيكونوا في هاد الكاليتي كيف ما كتشوفوا. كانت كتبان لي في لو سيت شي حاجه عاديه، ولكن منين وصلتني تصدمت، هي هادي كيف ما كتشوفوا واعره 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 واعره، واش نقول لكم شي حاجه خياليه هي هادي. شوفوا الكاليتي ديالها كيفاش دايره، فنيونه البنات، الا كنتو باغيين تاخذوا هاد الجاكيطه هادي فريمون غير خذوها، ما غاديش تندموا كاع كاع كاع، كتجي كتحمق في اللبسه وكتجي زويونه بالجيوبه وبالسميطه ديالها. وعندنا اخر ارتيكل اللي هو هاد الجوبه هادي، ماشي جوبه، هذا سروال جوبه بجوج. سروال وكيجي في نفس الوقت جوب، هو هذا، هادو البنات اكثريه كيلبسوهم البنات المحجبات، كيجيو اوفر سايز بمعنى الكلمه، الكاليتي ديالو زويونه. هذا خداتو واحد السيده من لا فامي ماشي ديالي، كيجي البنات بصراحه كيحمق كيف ما كتشوفوا، هو هذا كتجي فيه واحد السنيسلا اللور، وكيجي من القدام سامبل، كيجي طويل في اللبسه هو هذا، وكيجي واسع، يعني ملي كتلبسوه بحال راكم لابسين واحد الجويبا، وفي نفس الوقت هو راه سريويل. وكانوا هادو هما المشتريات ديالنا، كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم، بيان سور غادي نخلي لكم لي ليان ديالهم في صندوق الوصف، دخلوا تما غادي تلقاو لي ليان ديال لي زارتيكل كاملين اللي وريتكم، كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم لي زارتيكل. قولوا لي شنو بغيتوا تشوفوا في لي فيديو الجايين في لي كومونتير، ان شاء الله دابا رمضان جاي ما عرفتش شنو غادي نبقى ندير لكم في الفيديو، ما عرفتش الصراحه، مازال ما قررتش، وكنتمنى انكم تخليوا لي لي لايك ديالكم ولي كومونتير، ما تنساوش تجيو عندي الانستغرام وحتى تيك توك، كنبغيكم بزاف بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، سلامه.